وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. قبل أن أواصل حواري مع محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر، كل فاصل جاي لي رسائل غريبة، انقذونا الحقونا، ثم تحولت إلى تليفونات. ناس بقالها 7 ساعات واقفة في طريق القاهرة اسكندرية الزراعي عند كوبري بنها. تتصوروا ليه؟ كم ساعة؟ 7 ساعات. ستات وأطفال ومرضى وجعانين وناس عندهم سكر وناس عندهم ضغط في عز هذا البرد، علشان في مول اسمه مول العابد بيتفتح. مين العابد ده؟ يطلع مين في مصر العابد علشان الامن يوقف له الطريق؟ عشان مفيش امن يسمح له، وده ارهاب اللي بيحصل. ده جريمه لما تبقى في ناس مزنوقه في الطريق 7 ساعات علشان في مول بيتفتح. ليه ان شاء الله؟ فين الامن؟ سيد وزير الداخليه الناس بتستجير بيك وبتقول لك ظباطك اللي في مديريه امن القليوبيه مش كويسين. الظباط اللي هناك المتواطئين مع واحد بيفتح مول عشان الناس تقعد في العربيات 7 ساعات. تخيل ان ابنك او مراتك او ابوك او اختك في مكان زي ده 7 ساعات في الشارع في البرد ده عشان مول بيتفتح. شيء مش منطقي اطلاقا. نتمنى من وزارة الداخلية انها تكلم الناس اللي هناك، عشان الناس بتقول لي فشلنا بالاتصال باي حد. ما حدش معبرنا. لما ناس تقعد 7 ساعات هيكرهوكوا، ده اكتر من اي حاجة. الدنيا برد وفي ناس كبيرة في الشارع، 7 ساعات كتير يا سيادة الوزير. أستاذ محمد بدر، معلش تليفونات الناس ورسائلهم عملت لي ضغط عصبي. يعني في نهاية الليل وفي وقت زي ده، لما حد تبقى بنته أو ابنه أو مراته على طريق أو هو نفسه على طريق ومعاه أطفال، ده شيء ظلم، ويا ريت في سبب نحتمله، ولكن عشان مول بتفتح. سيدي، أجريت مجموعة أنت وزملائك بحثا عن الحقيقة في قضية محمد رضا، فماذا وجدت؟ هو الأول كان لازم يكون في صوت آخر، صوت طلاب الإخوان اللي بيقولوا إن حق الطالب الذي توفى هيكون بالمظاهرات والاعتصامات وبوفاة وبقتل 10-15 طالب كمان وبكسر القوانين وبحرق السيارات. لازم يكون في صوت بيعبر عن المنطق والعقل، بيقول إن هناك طريق لابد أن نسير فيه حتى نصل إلى الحقيقة في النهاية. كان في لقاء مع وزير الداخليه لاكثر من ساعتين، والحقيقه اللقاء ما تضمنش بس قضيه الطالب الشهيد محمد رضا، لكن تضمن كل ما يدار عن الامن داخل الجامعات المصريه. هو قال بكل صراحه انا رافض الدخول الى الحرم الجامعي، وانا كنت رافض مجلس الوزراء، ومورست علي ضغوط كثيره من كل اعضاء مجلس الوزراء ان اخش الجامعه في حاله حدوث خطر على الارواح والممتلكات، وانا كنت رافض برضه، ولكن نتيجه الضغط المستمر انا بس وافقت عشان اخش احمي ارواح او احمي ممتلكات او امنع كارثه انها تحصل. نعم. والامر بين ايديكم، يعني هو قال انتوا شايفين ايه ممكن اعمله؟ كويس. لو دخلت الحرم الجامعي يبقى وفي ناس بتموت جوه، يبقى الداخليه تنتهك الحرم الجامعي والطالب يتقتل جوه. لو ما دخلتش الحرم الجامعي يبقى الحكومه ديها مرتعشه والداخليه مش عارفه تسيطر، في ارهاب ومش عارفين نحمي اولادنا. فالامر بين ايديكم، انتوا شوفوا ممكن تعملوا، انتوا شايفين الداخليه ممكن تعمل ايه. ده عايز ارد بيه على ناس كتير بتقول ان او الفزاعه اللي اطلقها الاخوان المسلمين ان هي الداخليه عايزه تنتهك الحرم الجامعي، والداخليه مصره وده انتهاك تاريخي ليها، وده تمهيد علشان يرجعوا، تمهيد عشان يرجعوا. يعني انا مش شايف سبب الرجوع. كان الاول في نظام بيحاولوا يدافعوا عنه، بيحاولوا يعني يستقطبوا الطلاب داخل الحرم الجامعي وبيحاولوا ان هم يسيطروا عليه. كده مفيش نظام الواحد يسعى ليه، بالعكس يعني ضد النظام هو اللي بيكسب. نعم. فعايز بس ان في ممكن يكون في شكل ودور لطلاب مصر ان هم يخرجوا، يعني يكون في رداء وطني للطلاب، ان انا في مشكله عندي ازاي بدي احلها. الفكره مش الداخليه تطلع بره خالص وما تجيش الحرم الجامعي، ولا الفكره انها تخش الحرم الجامعي تنتهكوا. انت تخش وازاي تخرج. وانا اطرحت ان يكون في تنسيق بين رئيس الجامعه واتحاد الطلاب مع وزاره الداخليه في حاله توافق اتحاد الطلاب مع رئيس الجامعه او مجموعه من الطلاب، يكون شايفه فعلا ان الوضع داخل الحرم الجامعي يستدعي الدخول، يكون تخش قوات الامن لحفظ ارواح وممتلكات فقط وتخرج تاني. وده اللي بيحصل. اتكلم بعد كده عن حادث الازهر وقال ان هو بعد حادث الازهر في المدينه الجامعيه والحريقه اللي ولعت فيها والشجر اللي ولع وان كان في هناك اخطار تهدد حياه الطلاب، هو برضه رفض الدخول. لغايه ما جاله تليفون من جهه سياديه قالت له لازم تخش، الوضع فعلا سيء جدا وحتى المنظر العام، وممكن الطلاب تموت جوه، ممكن تحصل كارثه، فلازم تخش. فهو قال انا لو دخلت هلاقي قتيل جوه،
وانا كده هشيل الليله تبقى الداخليه اللي قتلت الطالب. انا بقول نص كده دخل بالفعل ولا قتيل، بقول نص كلام حرفيا. فهو قال بقول برضو نص مش دافع عن حد، بقول نص الكلام اللي حدث يعني. هو انا دخلت خمس خطوات وخرجت لقيت قتيل جوه وشلت الليله وهناك نيابه. حادثة الطالب الشهيد محمد رضا مناوشات بين القوات الامن وطلاب هندسه القاهره في المظاهره. الخطأ الوحيد اللي قال ان هو ارتكبه وزير الداخليه ان في احد الضباط قنبله واحده دخلت الحرم الجامعي، فدي كان الخطأ الوحيد بتاعنا. وبعديها لقينا ان في طالب توفى. ما ينفعش اصدر حكمي من دلوقتي زي يعني مع احترامي للكبير ولا الصغير واقول ان الداخليه اللي قتلت او الطلاب الاخوان اللي قتلوا او حد من جوه حد من بره. في تحقيقات نيابه وفي طب شرعي وفي تقارير. الطب الشرعي قال ان الخرطوش من الداخل، من الداخل، وقال ان الصبت الطالب كانت ثلاث خرطوشات اسفل البطن اسفل الصدر اسفل الظهر. نعم. خرطوش داخلي عال. قال طب هو اسفل الظهر هضربه ازاي من الظهر؟ طب انا ضربته من وشه ماشي، عشان دخلت ايدي كده ازاي هضرب من الظهر؟ ممكن يعني في ممكن يقع ويكون خد يعني ممكن في اكتر مطرح، بس انا ما اقدرش احكم دلوقتي الا ما يكون في نتيجه نهايه للتحقيق. والتحقيق تجري النيابه، والنيابه رفضت. الطب الشرعي زي ما قلت قال وجهه نظره او رايه، الداخليه رايها، منتظر تحقيق النيابه اللي هي حتى الان رفضت الافصاح عن اي معلومات حتى الانتهاء من التحقيق. بعد ما يحصل تحقيق ويحصل هناك مدان فيحصل هناك محاكمه عادله وقصاص. اذا لم ياتي القصاص فوجبه الاستقاله او الاعتراض او انا فشلت ان حاجه بحق الطالب، لكن مش في عز الازمه اسيب الدنيا كلها. ولا عندك ملاحظات رصدتها في قضيه محمد رضا تحديدا الله يرحمه؟ انا بس عايز اعرف يعني مين اللي كان عنده قلب انه يصور زميله وهو او يعني بيطلع في الروح بالموبايل. يعني انا عايز اعرف مين ده، يعني جبت القلب ده منين؟ يعني اي انسان، مش عايز اقول اي طالب او اي اخواني، يقدر يصور زميله، بلاش زميله، يقدر يصور اي واحد بيطلع روح قدامه. يعني انت بتعمل كده ليه وعايز ايه وايه الجبروت ده وايه القوه دي؟ كنت مستني اللحظه دي عشان تستخدم وتنزل بعد كده فتثير المشاعر. انت شايف الامن بيتعامل في هذه الازمه مع الطلاب بشكل جيد بشكل ضعيف؟ يجب ان يكون اقوى من ذلك. لو بتختار تختار ايه؟ بشكل ضعيف لسبب. نعم. ان رجل الامن هو رجل بينفذ مهمة، هي قائد العملية في منطقة ميدان النهضة او جامعة القاهرة، بينفذ المهمة. تعليمات تعامل ما عارفش يتعامل ازاي. نعم. اللي كان قدام مجلس الشورى تعامل هناك، يعني هو بالسياسة مش عارف يتعامل ازاي، يعني ممكن بخرطوم مية فرق ناس، وممكن يضرب، وممكن يمسك واحدة فيزقها جامد. يعني انا شايف ضعيف، لان في بعض المواقف تحتاج الى حكمة والى استيعاب الموقف، وان اعرف خطورته واعرف ممكن اوصل لغايه فين، ممكن اتعامل بطريقه اسهل من كده اصعب من كده. بس ده يرفع عن رجال الامن ان هم ما عندهمش ملكه يعني هم متعودين بيتعاملوا مع. انت شايف ان الخصم اللي قدامهم مدي هذه الفرصه؟ يعني الخصم اللي بتشوفه في الجامعات بالمشاهد اللي احنا بنشوفها بالضرب والتوليع والمولوتوف دي تدي فرصه ان تتعامل باي شكل؟ لا مضغوط عليهم برضو، بس احيانا بيكون في تعامل برضو زياده شويه. زياده من الجانبين. احيانا بسيطه. بتشوف ممارسه السياسه داخل الجامعات، هذا العنوان العريض مجدي الان، هل ما يمارس في الجامعات دي ممارسه السياسه؟ ايه شكل السياسه اللي الطلاب عايزين يمارسوها في الجامعه؟ دي بلطجه. ممارسه الجامعات من كسر وحرق واتلاف وتحرش وضرب وسقوط مصابين، دي بلطجه. السياسه والتحزب. سياسة خلال الجامعة يعني بتكلم عن اني بعد طالب الجامعة ان يكون قائدا سياسيا في اقصر فترة ممكن، ان خلاص ان الطالب ده يتخرج ممكن يبقى نشوف وزير شاب ورئيس وزراء شاب ورئيس جمهورية شاب. لو منعت السياسة داخل الجامعة كده دمرت هذا الجيل زي ما حصل في ايام مبارك. طلع ايه شكل السياسة اللي كنت بتمارسوه على مدى السنين اللي فاتت فنقول ان احنا عايزين هذا النموذج اللي مشكلة على وزير او دي مشكلة؟ احنا ما بسناش سياسة السنوات اللي فاتت، فما طلعش عندنا قيادات شابة كفء انها تقود حاجة، فما طلعش عندنا اصلا شباب يقدر يفرق بين الحوار وتقبل الاخر والديمقراطية والحرية والتعصب والعناد والعنف فاحنا فقدنا القيم اللي ما اتعلمناهاش. فاحنا المفروض يكون الجامعات دي ارض خصبة للتعلم والتعود، واتحاد الطلاب بيمارس فيه الطالب كل اشكال العمل السياسي الوطني عشان يقدر يكون شخصية قادرة على قيادة هذا الوطن في اقصر فترة ممكن. الاولوية بتكون لفين؟ وانت بتكلمني عن مشروع جامعات، عن طلاب مبدعين، بتكلمني عن مستوى تعليم سيء، عن مدرس احيانا سيء غير منصف، وبتكلمني عن السياسة. في بلد بيمر بظروف زي مصر، الادعى
ان تكون يكون دور الطالب هو البحث عن حقوقه وممارسه التعليم بجد لحد ما نضمن انه يطلع يلاقي وظيفه انه مؤهل للعمل، ولا اني بفكر انه يطلع سياسي علشان ما شاء الله عندي احزاب سياسيه جاهزه قوي وعندي حكومات مستنيه وزراء فيطلع يبقى يلاقي وظيفه كبيره؟ ده احنا مش عارفين نوظفه اساسا، هو لا مؤهل ولا في وظيفه. هل في هذا التوقيت تصبح ممارسه السياسه داخل الجامعه هي الاولويه ام ممارسه التعليم هي الاولويه؟ التعليم طبعا، وده طريق الانحراف زي ما قلت لحضرتك، هو طريق المفروض كلنا نمشي فيه. طلاب الاخوان اثروا علينا، احنا انحرفنا من هذا الطريق وخلاص ما بقاش فيه تعليم، ما بقاش فيه جامعات. هو الجامعه المفروض هي مكان بتخرج منتج اللي هو الطالب، المنتج ده المفروض يكون مؤهل. هذا المنتج حاليا وقبل ذلك غير مؤهل اطلاقا، لا مؤهل علميا ولا فكريا ولا ثقافيا ولا ادبيا ولا اي شكل من اشكال، ولا قيميا ولا سلوكيا، لان الجامعه اصلا غير مؤهله. فعلينا الاول ان نعيد النظر في مساله القيم عندنا، العدل والمساواه والحريه والديمقراطيه والاخلاق والعلم والعمل والاحترام والادب والسلوك، كل ده المفروض نعيد ان نطبق القيم على الجميع، اول رئيس الجامعه لغايه اصغر طالب. فالطالب لما يحس ان ما فيش تفرقه بينه وبين زميله اللي هو ابنه دكتور تاني فهيحترم الدكتور اللي قدامه، لكن هو بيشوف الدكتور بيميز حد عن حد فما بيحترموش، فبيفقد الثقه في الدكتور فبيكبرش الدكتور، فبيفقد قيمه الاحترام. طيب اخيرا قلت لي ان ضد النظام هو اللي بيكسب. يعني ايه ضد النظام هو اللي بيكسب؟ يعني انا بقى مزايده، ان انا اولا بطل ضد النظام اللي في صوره محتج وثائر دائم، فالطلبه تقول عليا او الناس تقول عليا ان انت مكافح وبطل ومناضل، ودي للاسف يعني طبعا لازم يكون في ثوره، لازم يكون في نضال وكفاح، ولكن في وقته. يعني حاجه دلوقتي بيحصل في الجامعات المصريه دي، مين انا عايز اعرف مين من رموز المصريه الوطنيه الكبيره او الاعلاميه او اي حد بيقول على اللي بيحصل دي ثوره في الجامعات المصريه؟ توصيف ما يحدث في الجامعات بلطجه وعنف وشغب وفساد ومهزله وكوارث. نعم. فامتى اكون، عشان اكون ليا حق لازم اختار التوقيت والطريق اللي انا اجيب بيه الحق ده. عايز اقول حاجه، وكان حضرتك سالتني اتحاد طلاب مصر كان بيعمل ايه وانا اجلت سيرش عشان ما ابداش ان اقول اتحاد طلاب مصر. كان هناك مساعي كبيره في ظل حكم اخوان وامتحانات و30 6 بعد كده 3 7 بعد كده تفويض بعد كده اخوان، في هذا العنف في ناس بتجتهد ان يكون ليها دور. يعني اتحاد رياده الجامعات حدي نماذج بسيطه على اتحاد طلاب مصر، ودول الفتره الاخيره اتحاد رياده الجامعات هو اللي بيقود العمل الرياضي في جامعات مصر كلها. نعم. احنا ما كناش نعرف نوصل اصلا لموظف عدد شباب في الجامعه. دلوقتي بقى فيه 5 في مجلس اداره الاتحاد الرياضي للجامعات طلاب بيقودوا العمل الرياضي على مستوى جامعات مصر كلها. بقى فيه 3 في اللجنه القوميه للانشطه الطلابيه اللي بتحط. انتوا عددكم كام في الاتحاد؟ المفروض 50 واحد. اقلتوا 5؟ اقلنا 5. الاغلبيه قررت اقالتهم؟ هم الخمسه دول هم نائب رئيس اتحاد طلاب مصر و4 المكتب التنفيذي، دول هم خرجوا عن اللوائح وخرجوا عن نظام اللائحه الطلابيه وكسروا قانون اللائحه الطلابيه، تكلموا باسم مجلس اتحاد طلاب مصر دون علمه، وعقدوا اجتماعات لتأييد الشرعيه دون علمه، تحدثوا وخاطبوا اتحادات دوليه وطلبوا حكومات التدخل في شؤون مصريه، ودي اعتبر دي خيانه عظمى يعني، حرضوا الطلاب على العنف، عملوا كل حاجه. كل حاجه، كل حاجه. حاولوا التحقيق في جامعاتهم؟ لا، في اتحاد طلاب مصر بيحاول على مستوى اتحاد طلاب مصر، وكان في استاذ من كليه الحقوق، وكان في محقق قانوني، وكان في 3 مجلس اتحاد طلاب مصر، واقروا جميعا فصل طلاب 5 طلاب من اتحاد طلاب مصر من عضويه مكتب التنفيذي. متى ينتصر الحق وتعود الجامعات المصريه الى مسارها، ويعود بعض الاخوان الى رشدهم من الطلاب او يذهبوا حيث شاءوا؟ عندما تكون هناك ثوره عمل. مين اللي يقوم بيه؟ الشتاف. منظومة بالكامل. وانتوا جزء من المنظومة بالكامل. جزء من المنظومة. عايز اختم اقول ان في شباب كتير قوي قوي كتير، يمكن الاف، كل همهم وشغلهم الشاغل هم كلمتين بس: مستقبل الوطن. بشكرك جدا محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، رئيس اتحاد جامعة بنها، نورتني. انا هتابع معاك وهترشح لي اسماء وهنستضيفها هنا، واحنا لابد ان نعترف اننا ايضا مقصرين وبصين في زاويه واحده، هنوسع الفوكس شويه. تصبحوا على خير، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، غدا حلقه جديده من ممكن في 8 مساء غدا، وسيكون معي المهندس اسامه صالح رئيس هيئه الاستثمار في حوار خاص حول حجم وزير الاستثمار حول حجم الاستثمارات في مصر الان، ما هي الاغراءات والامتيازات اللي هتقدمها مصر لتجذب الاستثمارات تشجيع المستثمرين المصريين. هو كان في مؤتمر كبير في الكويت
نأمل أن يكون لديه أخبار سعيدة. أسامة صالح وزير الاستثمار ضيفي غدا، فانتظرونا وتصبحوا على خير. مرة أخرى وزير الداخلية أذكرك، في آلاف المصريين محبوسين على طريق مصر اسكندرية الزراعي علشان مول العابد. بيبيع ايه مول العابد ده؟ مش عارف. تصبحوا على خير.